السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل فكرة برنامج بسيط جدا، هو عبارة عن اللي هو القرآن الكريم بصوت مجموعة من القراء، اللي بحيث ان انا لو ضغطت هنا يطلع لي مجموعة لستة بالقراء، ولو ضغطت هنا اختار الصورة بقى للقارئ اللي انا اخترت له، ويبدأ يطلع لي هنا، وطبعا باللي هو بلاي وبوز وستوب بالزراير بتاعتنا، واللي هو الساوند اتحكم في مستوى الصوت. الموضوع بسيط جدا. اول حاجة عندنا طبعا لازم نعملها اللي احنا هنروح نفتح بروجكت جديد ونبدأ نشتغل عليه. هنقول start new project وهنسميه قرآن الكريم. اوكي كنت كونتينز، طبعا ما يقبلش فواصل المسافات، خليها انجلش بقى. قرآن هيبدأ يفتح لنا بروجكت جديد نشتغل عليه. اول حاجة عندنا اللي احنا بنختار الباك جراوند للخلفية، هنا هنخليها وايت، طبعا ده كله راجع للتصميم بتاعكم انتوا عاوزينه يكون شكله ازاي، وهنختار باك جراوند ابلود تشوز فايل. طبعا المفروض تكونوا مجهزين الصور والحاجات اللي هتشتغلوا عليها. لو اخترنا الصورة دي نخليها باك جراوند، نضغط انا دلوقتي بقى بالباك جراوند، شايفين بدأت ايات باك جراوند للشاشة كلها. طبعا مش عاوزين كلمة سكرين وان دي مش عاوزينها تكون ظاهرة، فهنيجي هنا على كلمة التايتل وهنغيرها، وهنكتب القرآن الكريم. بدأت اتغيرت عندنا اهو. تاني بقى جزئية اللي احنا دلوقتي لسه بنظبط في اللي اوت في الديزاين، هنروح بقى على كلمة لي اوت هنا، وناخد vertical arrangement ونحطها هنا كده، بس هنخلي الباك جراوند بتاعتها نون. دي نون عشان تاخد شكل الصورة اللي تحتها، ما تبقاش فيها شكل تاني داخل فيها. اول حاجة عندنا المفروض اللي احنا عايزين اتنين دروب داون ليست، يوزر انترفيس، هروح على يوزر انترفيس، اتنين ليست فيو، خليها ليست بيكرز، وعايزين كمان واحدة تكون تحتها على طول. هنا طبعا ممكن نغير الباك جراوند بتاعتها، وليكن احنا بنعمل طبعا الوان تمشي بس مع الموضوع، ونغير هنا برضه الباك جراوند بتاعتها نخليها اورانج برضه، او بس نقرب في الالوان. الويتس والهايت بتاعتنا هنا، الفونت سايز اللي هو حجم الخط هنخليه 20، وهنا برضه هنخليه 20. طبعا الويتس دوت كده ما ينفعش، عايزين نخليه فول باتش. وهنا برضه هنخليها فول باتش، بس بقى شايفين ما خدش الشكل بتاعها ليه، لان دي الاساسيه هنا فوق الويتس بتاعتها لازم تبقى فول باتش عشان تبقى مليانه. شايفين كده فتحت كده خلاص. اول واحده او اول ليست هنا عاوزينها تكون اختار القارئ، يبقى هنروح هنا في التكست بتاع هنا وهنغيره ونقول نكتب اختار القارئ. عاوزين التكست كولر ايه، هو يفضل طبعا ان احنا بنخليه وايت عشان هيبقى شكله افضل يعني. وهنا برضو هنقول هنا اختار الصوره، وبرده التكست كولر ده هنخليه وايت. هنبدأ بقى نروح على الجزئية الثانية اللي تحت هنا، عايزين نعمل الزراير اللي هو البطنز بتاعة ستوب وبلاي وبوز.
برضو هنروح على اللي اوت هنا وهندخل لها vertical arrangement هنا كده واحدة، وكمان واحدة كمان هنا كده. اللي في النص دي انا عايزاها ليه؟ انا دي هحط عليها اتنين ليبل، واحد هيطلع لي اسم القارئ واسم الصورة، عشان لو اليوزر لما يكون فاتح يبقى عارف هو مشغل القارئ مين والصورة دي اسمها صورة. طبعا زي ما اتعودنا هنا اللي احنا هنخلي الباك جراوند نون، وبرده هنا الباك جراوند هيكون نون، والويتس هنخليه في الباترن، وده برده نفس الكلام. في اول واحده هنا هنحط اتنين ليبل، واحد هيبقى عليه اسم القارئ لليوزر هيختاره واسم الصوره. هنحط الليبل الاولاني هنا والليبل الثاني، ممكن نخليها تحت على طول هنا كده برضو. تكست عايزين لون الكلام يكون لونه ايه؟ اي لون انتوا تختاروه، بس المفروض يكون لون هيبقى واضح في المكان، فيفضل برضو الوايت هنا هيبقى ظاهر فيها. والفونت بتاعنا هنكبره بس شوية، نخليه 18 هنا وهنخليه هنا 18 بس. طبعا المفروض بقى هنروح نشيل طب هنا لما نيجي نعمل اليوزر يشوفه هنلاقي الاتنين لازقين في بعض قوي، طيب بنفضل ان احنا بنحط بس كمسافه في النص فاضيه، فبنحط ليبل فاضي ونشيل التكست اللي فيه ده خالص كده ونحط فاضي في النص عشان بس يوزع لي المسافه ما بينهم. وهنروح هنا ونخلي الويتس ده يبقى اكبر شويه عشان نعمل ستريتش للموضوع شويه. انا اشتغلت على الويب، بشتغل على الخيط. كده تمام، هي ممكن نصغرها بس شوية عن كده، نخليها على 150 كويس. الجزء بقى اللي تحت هنا هنحط فيه مجموعة الباتونز اللي هي هتبقى تلاتة باتونز، واحد هيكون بلاي وستوب وبو. اول واحد ونحط ليبل فاضي في النص عشان كيبقى مسافة بس فصلت لي عنه في النص. لا هو كده عشان هو vertical arrangement فهنلغيه بس دلوقتي. والليبل ده برضو هروح هنا على اللي هو دي على ال vertical دي كلها ونلغيها كلها على بعضها. وهقول لكم ليه دلوقتي، اللي احنا عاوزين الشكل الباتنز يكون ترتيب جنب بعض، ترتيب افقي مش ترتيب راسي. يبقى هنروح نعملها هوريزونتال ارنجمنت. هنا كده نحطها هنا كده. طبعا هنخلي الباك جراوند بتاعتها نعم، والويتس نخليها في الباك. هنبدأ دلوقتي ناخد ثلاثة باتونز ونحطهم فيها يوزر انترفيس. واحد اثنين ثلاثة. الباتون الأولى هتبقى بلاي، يبقى اللي هنغير الصورة بتاعتها ابلود تشوز فايل هنحط بلاي. شايفين الصورة كبيرة جدا، فلازم طبعا هنغير في الويتس والهايت بتوعها، هنثبتهم على ايه لو عملناها 100 في 100. اوكي والهايت 100. اوكي شايفين صغرت ازاي، ممكن نصغره اكتر من كده هيبقى شكلها افضل طبعا لو عملناها 60 60. اوكي
ده اول باتنز عندنا دلوقتي، وهنشيل طبعا التكست المكتوب عليه ده عشان يبقى شكله افضل. الباتن التاني بنفس الطريقه هنرفع له الصوره بتاعته، هنعمله بوست. نروح نوقف عليه الايمج ابلود. اوكي برضه نفس الطريقة هنخليها 60 في 60. وهنشيل التكستة اللي عليها التالت بنفس الطريقة بالظبط برضو، هنرفع له صورة. طبعا المرة دي هيبقى ستوب. الهايت هنخليه 60 والويت 60. وهنشيل التكست اللي عليه. اخر بقى حاجة عندنا المفروض هنحط كمان تحت هنا في اللي اوت، هنحط كمان واحدة هوريزونتال ارنجمنت عشان نحط بقى ايه اللي هو الاداة اللي هنتحكم بيها في الصوت. تمام هي سلايدر حطها هنا كده. طبعا بيدينا التحكم في الالوان بتاعتها، هي الالوان طبعا بتاعتها هنا مناسبه لنا اللي هو الجري وده، لو عايزين تغيروها ممكن نخلي ده بلاك. وهنا الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو. الماكسيمم ده ممكن نخليها 100 طبعا عشان يبقى اعلى مستوى صوت، والمينيمم 10، وده المكان اللي هيبدا منه، هيبدا عند ال 30 اللي هو اول ما اليوزر بيبدا هيبقى صوت مستوى صوت عنده 30، هو يتحكم فيها فيه بقى من يبدا من 100 من 10 ل 100. ممكن نخليها هنا 0 في الاول عشان يبقى سايلنت خالص او 100 كده. خلاص احنا خلصنا شكل الديزاين بتاع البرنامج. طبعا اللي هو التكست اللي هو على ليبل واحد وليبل اتنين دوت احنا هنشيله، بس احنا كنا سايبينه كده لشكل الديزاين مش اكتر. هنشيله لان هو هيطلع لي التكست اللي هو اليوزر هيختاره كده. تمام هنروح بقى على الخطوه اللي هي المهمه دلوقتي، الجزء بتاع الكود. الجزء بتاع الكود ده ان شاء الله هيبقى سهل جدا، تابعوني معايا. لسه بس عندنا اللي هو عشان نشغل الباتنز بتاعت الميديا بلاير، هنحط بس هنا تحت كده بلاير ظهرت هنا بلاير 1. نروح بقى على الجزء بتاع الكود بلوكس. اول حاجه عندي يلا نشغل اللي هو الباتنز بتاعت البلاير. اول حاجه باتن 1، يبقى باتن 1 دوت كليك ده كان ايه؟ باتن 1 هنا كان عندنا في الشاشه، باتن 1 كان بلاي 2 بوز 3 ستوب، يبقى بلاي بوز ستوب. نروح تاني هنا، يبقى احنا عاوزين هنا هنروح على البلاير نفس الدور بس كده عشان الشكل يبقى اوضح معانا. وعاوزين نقول له كول ستارت، يبقى كده لما اضغط على 1 هيعمل ستارت. كنترول سي كنترول في كنترول في بطن 2 بطن 3. طبعا لما بنتخلص من الكود بضيفنا ليه هنا كده في ثالث المحذوفات. بطن 2 المفروض اللي هو هيروح يعمل لي بول. بطن 3 هيعمل لي ستوب.
كده خلاص شغلنا الباتنز اللي هي ستارت وبلاي وستوب، عاوزين بقى نشغل مستوى الصوت، وبعد كده بقى نبدأ في البرمجة الثانية اللي هو الليست هنعملها ازاي. عاوزين بقى نشغل مستوى الصوت، هنروح على سلايدر 1، عاوزين نقول له وين سلايدر 1 تشينج بوزيشن، نسحب دي كده يعمل ايه، يروح على البلاير يروح على البلاير يغير الفوليوم بتاعته، هي هي دي نروح تاني على السلايدر هنا ونختار منها سلايدر 1 سامب بوزيشن كده، جزء برضو التحكم في الصوت عملناه، يبقى احنا كده عملنا شغلنا الميديا بلاير بتاعنا. يلا بقى نشوف الميديا بلاير نشغله بالليستة بتاعة القراء. أول حاجة هنعملها الليستة الأولى اللي هو اختار القارئ، هنروح هنا أول خطوة عشان نعمل ليستة، هنروح على variables وهنعمل initial global وبالنيم، هنسيبها نيم زي ما هي لأن احنا عايزين نعمل ليستة بمجموعة من القراء. هنروح هنا make list، نسحبها من هنا من ليستة، ونروح هنا على text وهنختار text واحد كمان text اتنين. شايفين من هنا كده السهم دوت بضيف ايتمز تانية كده، بدأ يضيف لي واحدة كمان ايتمز تانية جوه الاسم. هنا طبعا هنكتب اسامي القراء، لو افترضنا القارئ الاولاني السوديس العجمي عبد الباسط عبد الصمد، طبعا بايديكم لا تزودوا كل القراء زي ما انتم عايزين، احنا بس بنعرف ازاي بنعمل جلوباليزيشن. عايزين بقى ده الاول ليست خلاص، عايزين نشوف ازاي بقى هندخلها في الليست بيكرز اللي احنا دخلناها. برضو كمان واحده جلوباليزيشن برضو، بس المره دي بقى هتبقى كل قارئ من القراء هعمل له بقى لسه من الجلوباليزيشن بتاعته، لان كل قارئ طبعا ليه لينك معين للصور، هوريكم ازاي. هنختار هنا وهنعمل ميكا ليست، هنختارها تكست. طبعا المفروض هنا هيكون معانا بعدد الصور بتاعه القران الكريم، لان هنا هيكون الجلوباليزيشن اللي هنا هتبقى اللي هو صور القران صوره. هنا المفروض هنحط اللينك بتاع اللي هو بنجيبه من المكتبة الإسلامية اللي هو من أول الفتحة لعند ما بنوصل للآخر. هنا بنروح على الجوجل ونكتب المكتبة الإسلامية، أنا هطلعها لكم هي هنا. ده المكتبة الإسلامية فيها القرآن بأصوات جميع القراء، بنطلع اللينكات منها لو اخترنا أي واحد هنا. طبعا احنا بنركز بقى ساعتها احنا بنختار أي لينك عشان نقدر نعمله. أو اضغط هنا للتحميل او اضغط للاستماع، عايزين بس نحاول نطلع اللينك بتاعها. المفروض اللي هنا في الصورة الاول حاجة عندنا المفروض هيكتب كل اسامي الصور بتاعها. كل بعدها الاخلاص وهكذا لعند ما نخلص كل سور القران الكريم. وطبعا احنا عارفين ازاي هنا بنضيف ايتمز ونبدا نزود لعند ما نخلص المصحف كله. كده احنا عملنا لسته باسامي القراء وفاريبلز تاني لسته باسامي الصور، هنعمل كمان فاريبلز لكل قارئ. القارئ الاولاني لو هنا المفروض هنسميه مليكم السوديس عشان ابقى عارفه انا عملته ازاي، وعامل له لسته برده ميكا ليست، وهدخل فيه كل بقى
اللينكات من المكتبة الإسلامية بتاعة الصورة بتاعته اهو، وليكن دوت اول صورة، الصورة اللي بعدها وهكذا يعني. ابدأ بقى ادخل على المكتبة الإسلامية واطلع كل اللينكات. نكمل بقى الجزء اللي هو بعد كده، هنربطها بالليست بوكر ازاي. اول حاجة عندنا في الليست بوكرز الاولى هنشتغل عليها، عندي افتر وبيفور. كانت عندنا هنا يا فين في اول هنا واحده ليست بوكرز الاولى، هنشتغل على افتر وبيفور. نكتب الاول الكود بتاع بيفور عشان هو كود سهل شويه. هنروح على دو ليست بوكرز اليمنت، هنختار من هنا من ديكر ليست بيكرز، برضو هنختار هنا ست ليست بيكرز إليمنت، هنحطها هنا كده. هروح بقى على الفاريبلز هنا ونختار جيت، هنختار فيها اللي هي تحمل لي كل اسامي الصور، لان انا كده خلاص المفروض ان انا اخترت القائد. نروح برضو هنا عليها ونختار بقى افضل، الافضل هنختار اول واحدة فيها ليست، اول حاجة عايزين نخلي اسم الليبل اللي هو عليه الصورة ياخد اسمها من هنا. وكان الليبل كان اسمه صورة تقريبا. جينا هنا كملنا ليست بيكرز 1 دوت، عملنا اللي هو الليبل الاولاني اللي هو اسمه صوره، جينا عليه هنا كده، اول كان اسمه صوره، وخدناه من هنا دوت تكست بتاعته، سحبناه من هنا وكتبناه اللي هو هياخد من الجلوبال ليست ام بي 3 دوت، اللي هو هيملى من اسامي الصور اللي هو فيها. وليست بيكرز 1 دوت دوت اندكس دي تتكتب زي ما هي كده. بعد كده بقى بيقول لو الليبل الواحد دوت تكست بيساوي اقرا بياخد من عبد الباسط عبد الصمد، يبقى المفروض هيحول لي الليسته بتاعت عبد الباسط عبد الصمد اللي احنا كنا عاملين لها جلوبالايزيشن باسم عبد الباسط عبد الصمد. اهي ده برنامج بعد ما انا مليت كل الداتا اللي فيه. شايفين هنا اول عاملين واحدة ده للشريم وعبد الباسط عبد الصمد، كل قارئ بنعمل له جلوبالايزيشن يكون خاص بيه بكل اللينكات بتاعة القراء بتاعة الصور بتاعته. طبعا بنخلي بالنا من اللينك واحدة واحدة عشان ما يتلخبطش معانا. اهي تاني الليست بيكرز 1 هي اللي بتبقى معقدة شوية في الكتابة بتاعتها اللي هي أفضل. نبقى في مكان فاضي عشان تاخدوا براحتكم هي معمولة ازاي. هي هنا
اول حاجه ده اسم الليبل اللي هو كان اسمه الصوره اللي انا عايزه التكست بتاعته ياخدها من لسته اللي هي الجلوبلايزيشن اللي احنا عملناها باسامي الصور، ياخد الاسم اللي فيها ويحطها الاندكس بتاعها. وبعد كده عملنا كذا اف بقى، لو الاف الاولى الليبل دوت تكست ايكوال عبد الباسط عبد الصمد اللي احنا حطيناه خلاص كده، يبقى هيخلي البلاير بتاعنا يشتغل ياخد من الليسته بتاعت عبد الباسط عبد الصمد. لو هياخد من ستوديس يبقى هيكمل ستوديس، ونكرر بقى اف زن ديت كذا مره لعند ما نوصل لعدد كل القراء اللي عندنا. انما بقى في الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعت ليست بيكرز 2 اللي هي المفروض هيطلع لي فيها في لسته باسامي اهي، بلسته بكل اسامي الصور اهي لست ام بي سي 3. ده الكود بتاع افتر في الليست بيكرز 2 اهوت. في الافتر بتاعها بنكتب بس الليبل 1 دوت تكست اللي هو المفروض هيطلع لي عليها اسم القارئ جلوبال نيم، اسم الصوره، اسم الصوره اللي احنا واقفين عليها. الجلوبال نيم دي اللي هي واخده الجلوبلايزيشن بتاع كل اسامي الصور اللي هو من اول الفتحه لعند ما بوصل لصوره البقره في الاخر خالص، اللي هو كل الليسته بتاعت القران كلها على بعضها. يبقى جلوبال نيم دي اللي هي ليست بيكرز كلها، ودي دي الاكتر بتاع ليست بيكرز 2. البيفور بتاع ليست بيكرز 2 هطلعها لكم اهي، لا ده البيفور بتاع ليست بيكرز 1. الليست بيكرز 2 ملهاش بيفور، هي بتبقى اكتر بس لان هي خلاص هي معتمده اصلا. لا هي ليها بيفور برضو، بس بيفور جمله صغيره جدا اللي هي ليست دوت اليمنتس جيت جلوبال نيم. شايفين اهوت الكود واضح قدامكم اهو، هوريكم برضو جلوبال نيم دي هنا تاني ليست بيك زي ما اتفقنا اللي هو ليست دوت ليست ام بي سي 3 دوت بنكتب فيه كل الاسامي بس بتاعت الصور، ليست باسامي الصور من اول فتحه لعند البقره. انما جلوبال النيم دي اللي هي بتبقى اسامي القراء، دي اسامي القراء ودي اسامي الصور. وكده خلاص خلاص خلصنا البرنامج. طبعا احنا عارفين ازاي بنطلعه، هوريها لكم هنا اسامي القراء لكل قارئ بيتعمل له ليسته. هي ليست ام بي سي 3 اللي هي بنحط فيها كل اسامي القران كله واسامي الصور، والليست نيم بحط فيها اسامي القراء. وكده خلصنا، وان شاء الله اكون افدتكم بيه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.